أن الناس يختلفون من حيث الأحوال، فالأعراب ليسوا كأهل المدينة والحاضر، فأهل المدينة يستمعون الذكر ويشهدون الجمع والجماعات ويشهدون يعني مجالس الخير، بخلاف الأعراب. فالأعراب في واقع الأمر سبب هذه الغلظة والقسوة والفظاظة، أنهم يعيشون في الصحراء، فأكسبتهم الصحراء شيء من هذه الغلظة والخشونة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدو، قال: من بدا جفا، من بدا جفا. فكان ينهى عن أن يخرج الإنسان إلى البادية ليستوطنها أو ليسكنها، أما الخروج للفسحة والنزهة فلا حرج في ذلك.